استقبلت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولية سفير طارق بن علي فرج الأنصاري سفير دولة قطر بالقاهرة، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون وجهود التنمية بين مصر وقطر وموقف مشروعات التعاون بين البلدين. هذا وثمنت الدكتورة رانيا المشاط موقف دولة قطر الشقيقة والدعم الذي قدمته لمصر خلال المرحلة الماضية، مؤكدة عمق العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين التي تشهد تنسيقا وحرصا متبادلا من قيادتي مصر وقطر للدفع بها نحو مزيد من التنمية في المجالات المختلفة.